طبعا القيبت انا قيبت ستة حال وركي وعلى دين عند من سيادة دني دوردن طبعا وستي تونكي بشي شون ولا باطن لباطن يافر وقان كقان دني دوردن متكم إذا كبتن نضع الوسو حنوشي بدعس سوق لي قرسي ورسي اي سوري دين كوحد وطين دين كانت على حدرت وها كبتن أبودا شاي ودن كفلبين يشقاري يسا أيا كل كي يقولي يسي شتر ايدو حيكو قبتين مقالة منينا كد مركي قرسي ورسي لقارسي مقالة مانما إدالك بحرين ولقدو لي مركب وكب بني عالن كليبيريا ولا مسيني إني ليضا هاي شركة لنا عمركاسي معدنته أما قاضن معدنته قارحان معدنته لو يقان رتة اللقب أما لحوش الأخ القصص صاروا تصل أمسية لورتشري توتر مركب كني وحلقوا يرد دجان كحديدة لبيه تونكي بشم أيا كان طال الوحي سلام كان وحار الشيء إن لقب البري متكم إذا شغال أيا الأمسية وكلن تي لبيه لبطن أيا درق كجبحي مركب كني ضيب أهم أيا دنتي كابتن كأيا سقو إلما كده أي سوم قال هذا مني لا مركب وكل مقضي وحاو كوقب تشيت هاد كريستيان الدمروك وحاور فضي أنا ذا وش أبي إن جبها بأونيات تمن أو كل نقطة وأنا بطة مركب أيا بتجلي دهنا أيو كشري مقال هذا مني لا مدوا أنا صدقنا وحنا إسكو دي دونا إن أنا كسوق كمان وحوجي يري حرم كيس حرير كدين عقل بجاي جاري أنا يا شغال هو حوري وني تبصنا حسي شيء تاسم عني إذا ما هنا بطلنا لقى سعري وحوش شيء إني مركري بدأ مش واحد دونا سكس طبعا نقطة هذا بقى واحد حوثيين تأيا كده جيسة عد كست أو أص قطع ما أطق قام صارينا على إسرائيل إني مضضون تربى حق أدوي بس هو كرر وحش شيء سعدي وجود ما يدعين دور وير تطبيق طبعا كيبشن أو شلي كوب يجند يلا شيء إنا دور وير أو عادو الروس أكو قادين حتى مراكيت وين ذلك أمريكا سيدو الشيخ يبري جيد جنرال يحيى سريع ووافيان كبكوحة مركز أسعار الله وصيدو كان لويق أن حوثيين تقول حقود واقعي إن إلائي أنت تذكر هير فلسطيني سيد عدلا يو يسجيري دونين مراكيب قول قلاب بادة وإسكلا يهين ودمضة مرايكن كا يو كي يسيدو كري مرايكن كا وحاو الشيخ إن دور مركب إغوير كو قادين بس سريع حو الشيخ إمد كم إذا حمبارا ياشا يسيدو كري كوي سيدو قطان ليست من سيريسة أيلا يكتين كابتن باريس وأحمد كم إذا مراكيب تأير هذه مراكيب كويس كله وعقود المامين إن مركب كسو بدأ هوستي دقوس يكو جادين حبدق إنك قبل أمر الرقاقة هرك سرية كرس على الحضارة كلو يقن دل نجح هبي كوندر أي شيء جن سدوا كلني مركب كأولية مراكيب أي كل فتن كان طال كدي مركب ديارات نوع عن عدو ودينا يكل يكتين بدأ عربت أرابيان سي سكس طبعا نقطتها كوحد وحيش يكتاي إن قبي أهم بأ إلا إيا تذكر هير فلسين أو نقطتين تلقى قاضيو إسان جيري دون الرقاء خلقا كبير وضع أو قبي أهم بأو نقطة ونو ميدي ماشا كسارا وتربالك وركب على دنا عدل سيدة وشان قيمة أبدا فريك مقضنا تربالك وركب على دنا عدل سيدة عالم كورن سكس طيب مالك استوى هن نجمع قشين دواش أنا قيمة هني طلع كرين قلبك وطال ذي الشيء جاي دكوا لي قد كذا يبي يقص أكره سأعد حقن أي واحد يقص عطى سبد الأعد وصير طبيعي شكره الله عليه أو كأدم بنا عبو حلو يقان مركز سبد الك بنا سياسة سياسة ده يسبد الكيدو ومن عيرين مركز يعكس طبعا كفيري لوان ربح أد وين يا دلك كده عاي كدي مركي دور شوين كبرمان كوضم ضي جرو أي ربح حول لدعه هذا رتو وحنفلا بضيع ولا جه هذا الصين يا ضد سياسة أد وقفها مرة بضمن أي منوع طاي إنه كبحد لامبا لكن سي وحي لأركي تري ضد كذا مركز سياسة كحد لان إن لقى عيريو كحدة إن كبدا لقى منوع بريو إن لجناحه حصيشة هذا رتو إلى يضدك كبدا هايستي كوي كوب كبحني أي وضم ضي أيه شيس كوه أفتح يعني راعي كليان مبابي oo ka bedel ciyaartu yada waan san dalkaasi ninki koobka soo qaatay dhawaan ayaa waxa uu sheegay markaan ku dhawaaqay in uu doonayo in uu doorashada dalkaasi aan loo codeynin ayuu yiri hoggaamiyaha la yiraahdo Marine Le Pen ee xisbiga midigta fog ee National Rally wuxuu ugu baaqay dhalinyaradu inay sabab leh inkastoo la sheegay in hoggaamiyaha ay ku guuldareysteen dhalinyarada gaaraan xataa iska daayo xalay barta TikTok dalka rugbyga ee doonaya inay mamnuucaan oo ay hadmeesha dhalinyarada ka gaari lahayeen meel walba ay dagaal iska ka fureen ayay haatan Mbappe waxa uu adeegsanayaan inuu xadmo shir jiraayo oo qabtay ayuu ugu baaqay dhalinyarada wadanka Faransiiska in aysan gelin Mbappe oo codeyn inuu xog u yareeyo kooxaha xag jirka xagtirinta ururada ah ololaha ay wadankan ku wadaan waa mid halis ku ah iyo jiritaankeen waxa uu sheegay in waqtigan la joogo xilliga la go'aamilaha uu ugu yareeyay masiirka dhalinyarada isla markaana ay dadku iyagu codsku noqonayaan wuxuu ku taliyay in kastuusan ku talin xisbi gaar ah loo codeynayo laakiin wuxuu tilmaamay xisbiyada laga codeynayo xisbiyada laga codeynayo iyo taageerayaashiisa iyo dhalinyarada ku codsaday inay ka codeeyaan tan waxa loo arkaa mid ay ka dambeysay siyaasad aad u weyn gabi ahaanba waxaan haysanaa kan shoo iyo fursad aad u weyn oo mustaqbalka dalkeena aanu ku jidee karno isla markaana aanu ku adkaysan karno wuxuu ugu yeeray ka imaanshaha iyo ka soo dhalaalista ayuu yiri shaqada weyn ee nala idmaday laakiin waxa uu yiri gabi ahaanba waa inaan qaranna isla markaana isla qorna oo isla qaxna ayuu inuu jiro walaac aad u weyn dadku marka ay isla waafaqaan ayuu inuu walaac jiro oo ay xariis jirto waa marka markay xalka si wada jira u raadiyaan waxa uu uga digay dadka dhalinyarada inaysan ku kadsoomin mustaqbalkooda inay ku kala qaybsamaan wuxuu yiri dhalinyaradu mar walba hal doon ayay wada saareen
doonta soo ah inay gabi ahaanba u wato dhinaca ayay yiri ay baddu ka degan tahay oo ah meesha laga wada tabaala karo ee dhulka laga wada baraari karo sida daraadeed macnaheedu taas waxa ay la mid tahay ay yiri inaynu dhamaanteed u baahanahay inaynu mustaqbalka badbaadno oo waddankeenu u noqdo mid baraara tani waxay imaanaysaa iyadoo qaar ka mid ah xubno goorsii horeysay ay ku baaqeen in si weyn loogu codayo ururada xag jirka hadaba maxaa ururada xag jirka ku jaban in loo codeeyo maxaa si meesha yaalla dadka qaarkood goorsii horeysay waxay sheegeen in gabi ahaanba ay u muuqato marmarka ka dambaysa mid halis aad u weyn keenaysa oo ay ka imaanayso dhinacan waxay ugu yeereen markaasi in ay la dagaalami doonaan dimuqraadiyadda soo celi doonaan diktatoriyadda iyo xukunka adag iyo dowladuhu inay awood xadaafa yeeshaan beddelkana la yareeyo saamaynta dadku ay ku leeyihiin siyaasadda isaasoo ka dhigan ayaa laylibaqdinta ay muujinayaan hase yeeshee caddayn looma hayo iyagu dhankooda waxay sheegayaan dadkan xag jirka ah inay ka shaqeynayaan ammaanka dunida dal walba wadantiisa quufa doono waddan walba uu dalkiisa ku ekaa doono la jooji doono degdegta iyo faragelinta dalalka kale iyo dagaalada la hurinayo iyo in lacagta la beekaami doono oo sidoo kale la ititibi doono tashiil aad u weyn oo dhinaca dhaqaalaha wuxuu la mid tahay nolosha dadka in la gaarsiiyo ayuu mid ka mid a xag jirinta yidhi hase yeeshee waxay nacab yihiin dadkaso waxayna doonayaan inay waddanka ka saaraan tusaale ahaan xisbiga national rally haweeneedan u talisa waxay sheegtay haddii dalka faransiiska ku guuleysato dhammaan inay ka saarayso dadka oo dhan hase yeeshee ra-iisul wasaaraha waddanka san faransiiska gabriel attal ayaa war u eg inuu wiiqayo xitaa ninkan ay adeegsadeen ciyaartooga ka sheegay tv waxa uu yidhi gebi ahaanba dadku waxay haystaan saddex dookh oo soo dalka u dhigay waxa weeye ayuu yidhi xisbiga dhinaca bidixda u janjeero oo macnaheedu tahay xisbi ku talaategay siyaasadda loo yaqaano markaasi liberaalka ama siyaasadda furfuran aada ugu talaxtagay wuxuu yidhi tallaabada labaadna ama kuwa labaadna waa xisbiga ayuu yidhi markaasi kacdoondoonka ee loo yaqaano the national rally wuxuu yidhi labaduba waa masiibo laakiin wuxuu yidhi xisbiga saddexaadi waa kan ayuu yidhi ina hogaaminaya ee waddanka u fiican waa xisbiga dhexdhexaadka ah ayuu sheegaya markaasi sentralistaha ee emmanuel macron si kastaba ha noqotee arrintaasi waxay u eegta mid marmar ka dambaysa yeelanaysa wejiyo aad u waaweyn oo yeelan kara halistooda iyo sidoo kale fulxumooyinkooda waase leegaya dalalka reer galbeedka marka si guud loo eego hogaamiyaashooda maanta talinaya ee gebi ahaanba ku jiray siyaasaddii sagaalkii bilood ee ugu dambeeyay dadka falastiin la xasuuqayay waxay u egtay in maalmihii ugu adkaa mustaqbalkooda siyaasadeed uu taagan yahay isbeddel aada xooggan oo dunida oo dhamaaniga isbeddelka siyaasadda ee adduunkana uu yahay mid aada ugu adag. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay xilliga dhabta ee uu si rasmi u bilaaban doono iskuullada markaasi sare, iyadoo waayada ugu dambeysay ardadu aada uga cabanayso wasiirka wasaaradda waxbarashada oo saaxiib dhowla madaxweynaha Soomaaliya oo dhowaan ardada jaamacadaha qaar ahaan ay ka doonayeen shahaadada tasdiiqinta. Hase yeeshee dadka Soomaaliyeed dhalinyaradooda waxbaraya ee dhaqaalaha ka bixinaya dhib weyn waxay ku qabaan dowladda, iyadoo dowladda heer walba looga cabanayo. Hase yeeshee wasaaradda waxbarashada ee hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay shalay galab uu jadwalka rasmiga ee lagu geli doono imtixaanada shahaadiga ee fasalka 20-aad ee dugsiga sare ee dalka. Qoraalka ka soo baxay wasaaradda ayaa la sheegay in imtixaanada u dhici doonaan shaxda ay ku tilmaantay inay tahay gebi ahaanba mid soconaysa. Toddobaadkii hore ayuu soo idlaaday imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8-aad oo ay sanadkan u fadhiisteen 35,307 qof oo arday, waxayna ku galeen ayaalii 92 xarumood oo ku kala yaalla degmooyinka gobolka Banaadir. Gaar ahaan dowladda ayaa inta badan waxay soo saartaa islamarkaana qiimeysaa magaalada Muqdisho xarunta dalka, iyadoo sheegta markaasi inta badan munaasabadahaasi waana magaalada keliya ee dowladdu ay si rasmiya ay u maamusho. Qeybta afraad.